هلا اذا اول واحد كان assessing the passenger demand، وحكينا عن الثلاث انواع من passenger demand هذه. هلا النوع الثاني اللي هو performance، هذا عاده بنعمله لما يكون في شكوى، يا اما بيكون في شكوى، شكوى طبعا ممكن تكون من الـ الـ الموظفين نفسهم، ممكن يكون شكوى من صاحب العماره، او بيكون انت صممت سيستم، افرض انت صممت سيستم وانعمل السيستم وانبنت العماره وخلصت العماره صارت وسكنوها الناس، وانت حابب تقارن السيميليشن والكالكوليشن اللي انت عملته بالواقع. فهدول كانه لها تو، يعني تو ريزنز بدنا نحطهم هون، تو ريزنز او موتيفيشن. موتيفيشن يعني دافع. فالتو موتيفيشنز يمكن يكون عندي كومبلينت، شكوى، او comparing design with practice. وهي فكرة حلوة، هاي نوع من الverification. نحن عملنا design وبس خلصنا الديزاين والناس اجوا سكنوا العمارة، بدك تطلع تشوف الواقع، هل الواقع فعلا بتتسق، وهل في دروس تستفيد منها ترجع تضبط التصميم المرة الثانية تقول انه هذا التصميم فعلا كان صحيح او لا، او بكون عندي كومبلينت، واحيانا طبعا توصل للمحاكم. العمارات الكريتيكال اللي بتكون مهمة بوقفوا الاكسبرت، الاكسبرت من هاي الجهة والاكسبرت من هاي الجهة، الخبير من هون والخبير من هون، وبصيروا هذا بقول له انت صممت بهذا الشكل، بقول له لا احنا لما صممت مثلا ما توقعت انه يصير هيك. هي بتوصل قضايا مرات العمارة كلها بتفشل العمارة كلها، اذا كان عمارة من 40 طابق بتفشل على سيستم سيء بتصير مشكلة فيه. اذا عندنا يا اما كومبلينت يا اما بكون عندي كومبيرنج ديزاين. البرفورمانس بدنا نطلع الان احنا نشوف، هلا احنا ما مهتمين طبعا، هذا رح يكون جزء منها، هذا سبست منها، بس هون المهم زي ايش برفورمانس مثلا بدنا نقيس. في حوالي 6-7 بارامترز ممكن نقيسهم. هلا هذا ما مطلوب منكم انتم بالسيرفر، عم بيصير صعب جدا، اصعب من الهاي، بس الاحيان الاشياء ممكن نقيسها. الراوند تريب تايم، ممكن نشوف شو الراوند تريب تايم مثلا هون، ممكن نشوف الانترفال، الاكتوال انترفال. طبعا تذكروا انه هذول راح يكونوا، هذا فعليا الار تي تي راح يكون تاو، يعني احنا تاو مضبوط، راح نقيس تاو 1 تاو 2 وبعدين ناخذ الافرج تبعهم يطلع مع الار تي تي. والانترفال نفس الشيء، احنا عم نقيس هون الراندوم فيربل، وهون اكيد راح يكون راندوم فيربل، وراح يكون عندي قيم مختلفه للراندوم فيربل، فراح يكون عندي انترفال 1 انترفال 2 وبعدين باخذ الافرج تبعه، وهذا بيكون الاكتوال مش التارجت. وفي تارجت طبعا بده يكون موجود في المواصفه او سبيسيفيكيشن تبعت العماره هاي، انه التارجت انترفال لازم يكون مثلا 30، واحنا عم نقيسه والافرج طلع معنا مثلا 29 او 37 او 48 حسب. في شيء اسمه السيستم ريسبونس تايم، والسيستم ريسبونس تايم هو الافرج تايم ما بين الكبسه الخارجيه، نسجل طلب خارجي ويبدو الباب يفتحوا لما يجي يستجيب. اذا هو الافرج تايم بتوين ريجسترينج، يعني نسجل ريجسترينج اي لاندنج كول اند ذا ستارت بدء فتح الابواب. هاي بنعتبر قديش اخذ السيستم وقت حتى يستجيب، اس ار تي سيستم ريسبونس تايم. هذا قياسه سهل، انا بشوف انه امتى الطلب تسجل ببدا ستوب واتش او تايمر، وبعدين بشوف امتى الباب بدا يفتح. هذا طبعا من العلامات المهمه لانه له علاقه بالويتنج تايم راح يكون، بس هو مش السبب الوحيد للويتنج تايم. لاحظوا الويتنج تايم سبب ممكن يكون انه انا ما قدرتش ادخل على المصعد، هاي مشكله اكبر لسه، يعني ما كانت المشكله انه هو طول لا استجاب، انه انا اصلا لما وصل الهاي وفتح الباب ملان المصعد ما قدرتش اطلع فيه، هاي مشكله ثانيه بتصير الويتنج تايم. بس هذا على الاقل احد العوامل اللي بتدل على الويتنج تايم. هلا احيانا بهمنا كمان نعرف الماكسيمم اند افريج كار لود، قديش الناس عمالهم بيعبوا الكار. هلا احنا فرضنا مثلا 80%، ممكن ما يكونش هذا صحيح 80%، ممكن يكون فعليا اقل، انه الكار مثلا اللي ساعتها 20 ما عم تتعبى اكثر من 13 بسبب اشياء اجتماعيه او طبيعه الناس او طبيعه الكار. الكار ممكن تكون طويله ديب، واذا كانها ديب الناس ما بيشوف اصلا الفراغ اللي موجود جوا، ففي اسباب كثيره ليش ممكن يكون.
فهون عمالنا بندرس انه احنا حطينا كار 20 راكب بس فعليا ما عم بطلع فيها غير 13. هذه ضعفت من السيستم والاداء تبع السيستم. في كمان بارامتر نمبر اوف دور ري اوبننجز. اذا بتلاحظوا اذا بضل يوصل الناس متاخرين بكبسوا برد بيفتح الباب برد بيدخلوا برد بيبدا الباب يسكر برد بيفتح الباب مره ثانيه لو في ناس. هذه لها دلاله انه ممكن السيستم في مشكلة عماله في عدد كبير الناس عمالهم بوصلوا وهي عمالها بتأثر على الأداء. ممكن أمنع الباب بعد ما يفتح مرة أو مرتين يرد يفتح مرة ثالثة خلص ثالث مرة بسكر بطلع صوت وبسكر وبمنع إعادة الفتح. وآخر إشي هاي مهمة ما حكينا عنها إشي اسمه stair usage. إيش يعني stair usage؟ stair إيش يعني؟ درج. stair usage هلأ أحد التصميم الناجح للعمارة إنه يكون الدرج مبين من عند المصعد. انه في ناس ايش بتشجع يعمل بيستعمله بيطلع بيستعمله. في ناس ممكن يطلع طابق اللي انشط مثلا وصحته احسن مثلا بيطلع طابقين في لحد 4 طوابق. في ناس ممكن يطلع يمشي 4 طوابق بفضل من انه يستنى المصعد مثلا. بس هذا حتى يحصل هيك لازم المعماري يحط الدرج يكون مبين من عند المصعد حتى الناس يتشجعوا ويستعملوه. وفي جداول محطوطه قديش نسبه الناس اللي اذا طابق واحد بيستعمل المصعد او بيستعمل الدرج اذا طابقين بيستعمله او ما بيستعمله إذا 3 4. طبعا الرقم بقل قديش مثلا لو طابق واحد لو أنت عندك الدرج موجود وممكن وشايف الدرج وفي مصعد والخدمة متوسطة من المصعد كم ناس بيطلع طابق واحد بمشي 50%. تمام هذا الرقم تقريبا 50%. مين بيطلع طابقين أقل؟ مين بيطلع 5؟ إذا هذا هون stair usage وهذه موجودة هاي الأرقام ومجدولة وفي عليها service.